حرفيا بيت جوليان اللي ورانا ده نصه في بلد ونصه في بلد، هو على ناحيه هولندا انا في بلجيكا، هي في بلجيكا، الباب نصه في هولندا نصه في بلجيكا. المية والغاز من هولندا، عندهم بيدفعوا فواتيرها، والانترنت والكهرباء من بلجيكا. سيم بيلدينج؟ يس. بلجيوم نمبر؟ اه دتش نمبر؟ اوكي. اي جو انسايد ان بلجيوم. اوكي. And you come outside in Holland. يا سلام، الله الله الله. This is very cool. هنا المنطقة من أحلى المناطق اللي ممكن تعيش فيها. عشان. حلوة. أولا عشان الحدود اللي بيبقى مثلا شغل في هولندا ممكن يشتغل في بلجيكا، بيبقى معاه مثلا حاجة اسمها عندنا هنا ضرائب الحدود، فبتبقى حلوة. لما حصل كورونا فحصل اللوك داون، حصل ان هو الناس كلها تقعد في بيوتها. الهاند رويب ده كان في الركن البلجيكي، فعرفش تشتري الحاجات اللي كانت في الركن الهولندي كانت ينفع الواحد يشتريها. حطوا خيط رفيع جوه المحل على الحدود، النص اللي ينفع في بلجيكا ممنوع حد يشتري فيه اي حاجه، النص بتاع هولندا اهلا بيكم كلكم في هولندا، اشتروا اللي انتوا عايزينه يا جماعه. النهارده هاخدكم في جوله لاكثر حدود ملخبطه في العالم كله ما بين هولندا وبلجيكا. تمشي في الشارع هتلاقي عربيه هولندي، والعربيه اللي بعديها بلجيكي، رصيف نص هولندي ونصه التاني بلجيكي، عمود نور هولندي واللي بعديه بلجيكي. كل متر في المدينه ملخبط ما بين هولندي وبلجيكي، حتى جراجات العربيات مكان هولندي والتاني بلجيكي. الكافيهات محلات كتير منها نصها في هولندا والنص التاني في بلجيكا، حتى البيوت والعيلة الواحدة متقسمة ما بين هولندي وبلجيكي، مدينة واحدة متقسمة ما بين بلدين وكله عايش في سلام وأمان وحب. تعالوا نشوف. أهلا بكم كلكم في فيديو جديد. أي دولة في العالم ليها حدود مع الدول اللي حواليها، أنت ليك حدودك وأنا ليا حدودي. زي هنا أنا رجلي اليمين في بلجيكا، رجلي الشمال في هولندا، ولكن مدينة بارلا ناساو الهولندية اللي هي نفسها مدينة بارلا هيرتوخ البلجيكية هتغير مفهومنا كلنا عن الحدود في العالم، لدرجة ان البيت اللي ورانا ده رقم 2 في بلجيكا وفي نفس الوقت هو رقم 19 في هولندا. مرحبا بكم كلكم في اعقد واغرب مدينة حدودية في العالم كله. انا قاعد دلوقتي في البيت، رجلي في بلجيكا، رجلي في هولندا، العمود ده هي الحدود البلجيكية، العمود ده هو الحدود الهولندية. اشرح لكم ببساطة على الخريطة هنا يعني ايه حدود جوه حدود. هنا هنلاقي الملون هو الحدود الهولندية، الابيض هي الحدود البلجيكية. هنلاقي دي بلجيكا العادية، دي البلد الطبيعية جدا، ودي هولندا البلد الطبيعية جدا. هنلاقي ان هنا دي بلجيكا، دي هولندا، يعني دي حتة او بيسموها جزيرة هولندية جوه بلجيكا. وهنلاقي جوه هولندا دي بلجيكا، المنطقة الابيض اللي قدامنا دي بيقولك احنا هنا حاليا بالظبط في البيت اللي جوه هنا في وسط ما بين هولندا وما بين بلجيكا. احنا هنا كده انا تبع القوانين البلجيكية، تبع البوليس البلجيكي، تبع الكهرباء البلجيكية، تبع المية البلجيكية كده، انا تبع البوليس الهولندي، المطافي الهولندية، التعليم الهولندي، المدارس الهولندية، الصحة الهولندية، كل حاجة تبع هولندا كده. انا رحت في 60 داهية مش عارف انا هنا ولا هنا، لازم ايه لو حصل لي حاجة ارمي نفسي في جهة من الجهتين. وزي ما انتم شايفين كده المنظر، دي حتة هولندية جوه بلجيكا، دي حتة هولندية جوه بلجيكا، لكن دي حتة بلجيكية جوه هولندا، فهي حدود جوه حدود جوه حدود جوه حدود، حاجة بجد مكرونة اسباجيتي. انا حاليا في هولندا، المصور في بلجيكا، لما المصور يعدي كده هيبقى هو كمان في هولندا، هنشوف اهو ادي الاعلام الهولندية الاوروبية. لما المصور يدخل عندي في هولندا هيبين ورانا العلم البلجيكي وعلم الاتحاد الاوروبي ورانا. زي ما انتم شايفين كده المنظر، دي الحدود، الحدود مش بس كده، في صديقي فيل مستنيني، انا دلوقتي في هولندا هو مستنيني في الحدود البلجيكية، ولكن الحدود البلجيكية مش زي اي حدود، مش بس كده بلجيكا، لا تعال نشوف كده المنظر. انا حاليا في هولندا، دي بلجيكا، هندخل كده ادي الحدود ماشيه في نص الشارع، ادي احنا ما زلنا في هولندا، لكن دي بلجيكا دلوقتي، فيل مستنيني في بلجيكا واحنا هنروح له عن طريق هولندا. لو كنت انا حطيت رجلي كده كنت يبقى انا في بلجيكا، ولكن هنعدي. هلو فيل، نايس تو ميت يو. سو اي واز ذير اون ذا اذر سايد، اي واز ان هولندا، ستيل ام ان هولندا، بات ناو يو ار ان بلجيم. واو.
So would you like me to come to Belgium or you want to come to Holland? I think you brought your passport. I brought my passport. Okay. ممكن ادخل بلجيكا. This house is Belgium. That's Belgium. This house is Holland. Yes, correct. البيت اللي قدامنا ده السقف بتاعه اسود ده بلجيكا. البيت اللي جنبه البيت السقف بتاعه احمر ده هولندا. نفس الكلام هنا. البيت اللي احنا واقفين عنده ده هولندا. العربية دي واقفة في بلجيكا. فالبيت ده هولندا، الرصيف ده بلجيكا. شايفين الفرق ما بين الرصيف حتى في الـ في الـ في الشكل ده، الشكل الرصيف والطوب بتاع الرصيف في بلجيكا، ده شكل الطوب بتاع الرصيف في هولندا. حرفيا بيت جوليان اللي ورانا ده نصه في بلد ونصه في بلد. تعالوا ندخل مع بعض. You are now on the Belgium side. I'm on the Belgium side. Yeah, and you are on the Polish side, the Dutch side. Well, yeah, you see here. Yes, Dutch. Belgium. Dutch, yeah. Belgium. Okay, so احنا هنا كده هولندا. So you are in Holland. Yeah, and I'm in Belgium. Yeah. Okay, wow, nice to meet you. Yeah, perfect. ده هنا دي بداية البيت. So people inside your home, yeah, is just you, they can be on the Belgium side. Oh, yeah. So she's on the Belgium side. She's on the Belgium side. I'm on the Belgium side. Yeah. You're on the Dutch side. The, yeah. The Holland side. ده هو على ناحية هولندا. أنا في بلجيكا. هي في بلجيكا. الباب نصه في هولندا. نصه في بلجيكا. The electricity is from Belgium, and I paid on Belgium. With this is from Belgium. So you pay electricity from Belgium. Yeah. الكهرباء عندهم في البيت هنا من بلجيكا. يعني عداد الكهرباء بلجيكي. The internet. Yeah. It's also Belgium. The internet Belgium. Yeah. الانترنت بلجيكي. Yeah. الكهرباء بلجيكي. The electricity Belgium. Yeah. The internet Belgium. Belgium. Okay. Yeah. الغاز the gas you use, yeah, it from Holland. Holland. Yeah. الغاز عندهم هولندي. And the water. هولندا. هولندا. Yes. يبقى المياه والغاز من هولندا عندهم بيدفعوا فواتيرها، والانترنت والكهرباء من بلجيكا. Yeah. Electricity and internet from Belgium. Yeah. Okay. Water and gas from yeah, from the Dutch. Netherlands. From Holland. Yeah. Wow. The water is purified here, so. Great, great. And it's perfectly working normally. Yeah, no problem. Yeah. 90% of this house is Dutch, Netherlands. And 10%. I'm in Belgium. Yeah. As you can see. So 90% من البيت هولندي، 10% من البيت جوه بلجيكا. So I have a question. Yeah. When 90% is in Holland, yeah, and 10% is in Belgium. Yeah. So when something happened, you, yeah, call the which fire department, Holland or Belgium? Always the Belgium. Ambulance, police, everything is Belgium. So police, because, yes, police, fire department, yes, ambulance, yes, anything with Belgium. أي حاجة هنا تبع البيت ده هو مختار إن هو يبقى تبع بلجيكا. But why? How? Why? Because the front of the door is on the Belgium side. Okay. Where the door is? Oh, is that on Belgium? It's a Belgium house. You must ask everything in Belgium. Belgium. Okay. Yeah. So when your door is here, yeah, on the Belgium side, yeah, you are with the Belgium government. Yes. Even so, if 90% of the house, yeah, is in, yeah, yeah, in no Holland. Problem. Okay. That's the rules. شايفين 90% من البيت في هولندا، 10% في بلجيكا، لكن الباب بتاع البيت في بلجيكا فهو تبع البوليس البلجيكي، الإسعاف البلجيكي، المطافي البلجيكية. But I heard that your door in the past it was on the, yeah, Dutch side, and why you changed it to be, yeah, here? You want to be in Belgium. Yes, the tax are better on, yes, the Belgium side than on the Dutch side. Okay, so you changed the, you, yeah, changed the door just to be on the better side, yeah, of services on the and taxes. Yeah. شايفين يا جماعة لما بقول له دلوقتي هو أصل أنا عارف إن هو الباب بتاعهم كان المرة كان زمان هناك. فقلت له ليه غيرته على الناحية البلجيكي؟ قال لك عشان خاطر التاكسس أو الضرايب أقل في بلجيكا والخدمات أحسن. المحل زيمن ده نصه في بلجيكا نصه في هولندا. الحدود معدية في نص المحل بالظبط. أما tell us what's the story about this great shop behind us. In this shop I remember very well the first lockdown. Okay. في لما حصل كورونا فحصل اللوك داون، حصل ان هو الناس كلها تقعد في بيوتها. In Belgium the shops were closed. In the Netherlands they were still open. Okay. So I wanted to go to this shop. I wanted to buy my a bra, but during the lockdown this shop was open, but only
That part of the shop was open, your part of the shop. Okay. So in the shop inside. انتوا فهمتوا القصة؟ فلما كورونا حصلت في بدايتها وحصل الإغلاق التام، بلجيكا كانت قافلة تماما، ممنوع أي محل في بلجيكا يفتح، هولندا كانت فاتحة المحلات عادي، نص المحل جوه بتاع بلجيكا قفل، نص المحل جوه بتاع هولندا فتح. So how they fixed it that they opened half of the shop? Simply a string in the middle of the shop and we could not buy the underwear. هي همها على الاندروير بتاعها، يعني هو مشكلتها كلها في الاندروير، ان هو بتاع الاندروير بتاعها كان في الركن البلجيكي ما عرفش يشتري الحاجات اللي كانت في الركن الهولندي كانت ينفع الواحد يشتريها. حطوا خيط رفيع جوه المحل على الحدود، النص اللي ينفع في بلجيكا ممنوع حد يشتري فيه اي حاجه، النص بتاع هولندا اهلا بيكم كلكم في هولندا اشتروا اللي انتوا عايزينه يا جماعه. You see two doors. Yes. Well. For the same building. Same building? Yes. Belgium number, ah, Dutch number. Okay. I go inside in Belgium. Okay. And here you I come am. Outside in Holland. Ya salam. Allah Allah Allah. This is very cool. البيت ده فيه ثلاث بيوت، اثنين تبع هولندا اللي هي سبعة وسبعة ايه، وعمل باب تاني جوه بلجيكا في المتر ده، فسمح له ان هو يعمل الدور التاني تبع بلجيكا. فالمبنى اللي احنا شايفينه ده اول دور تبع هولندا، تاني دور تبع بلجيكا، وبعدين تالت دور تبع هولندا تاني. So they have one house of Belgium just flying in the air. Yes. The second floor. The lady is now. Yeah. Okay. So البنت دي في بلجيكا، جيرانها اللي تحت في هولندا، جيرانها اللي فوق في هولندا. ماشيين في الشارع، انا مش عارف في الجزء البلجيكي او الهولندي، لقينا تلفزيون فاتح حاجات مصري وقناه مصريه وكده، فقلنا نقف نشوف المنظر ده. لقينا الست الجميله دي طالعه لنا، فبنسالها انت بالجزء الهولندي ولا بالجزء البلجيكي؟ لا هولندي. الهولندي. كل المحل هولندي ولا في حته بلجيكي؟ لا عندي صالتين هولنديين والتراس هولندي، ورا خالص الجنينه فيها جزء بلجيكي. الله ده ايه ده؟ والطبيعي كده هنا احنا شفنا هنا. بيوت الدور ودور دور ودور دور ودور باب وباب، والفواتير ممكن بلجيكيه والتانية هولنديه كده يعني. انت ازاي بتعرفوا الناس هنا بتفرق الجزء ولا انتوا خدتوا على كده خلاص ان هو بلجيكا وهولندا؟ ان هو انت يعني خلاص مش فارقه هنا عندكم هولندا بلجيكا هولندا لا بلجيكا. بس هنا المنطقه من احلى المناطق اللي ممكن تعيش فيها. عشان حلوه اولا عشان الحدود، اللي بيبقى مثلا شغله في هولندا ممكن يشتغل في بلجيكا، بيبقى معاه مثلا حاجه اسمها عندنا هنا ضرائب الحدود، فبتبقى حلوه. من البيت اللي نصه فيه هولندا نصه فيه بلجيكا، الحدود الهولنديه الحدود البلجيكيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تابعوا لنا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك هاجاجوفيتش، تعملوا فولو وصفحتنا الرسميه على اليوتيوب هاجاجوفيتش، تعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان خاطر يوصلوكم فيديوهاتنا الجديده اول باول، صفحتي على الانستغرام هاجاجوفيتش، فيها صور فيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته تانية. اشوفكم على خير باذن الله في حتت تانية كتيره جدا. احمد هاجاجوفيتش. هاجاجوفيتش.